بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وأنزلهم الله سبحانه وتعالى إلى هذه الحياة الدنيا لكي يحققوا حكمة الله سبحانه وتعالى من خلقهم، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لحياتهم أمدا، وجعل الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا إنما هي حياة فيها امتحان واختبار، فليست الدنيا بدار قرار، ولكنها دار أخطار وأكدار، ويكفيك من حقارتها أنها سجن للمؤمنين وجنة للكفار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط الناس بالآخرة، وبين الله سبحانه وتعالى أن وجود الإنسان في الحياة الدنيا إنما وجود لعمل يعمله للآخرة، لعمل يحمله يقبل به على الله سبحانه وتعالى، لعمل يثقل به ميزان حسناته. فإن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. فبين جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان مهما عاش في الحياة الدنيا فإن لهذه الحياة نهاية، لا بد أن يكون لها نهاية، والنهاية عباد الله ليست نهاية الحياة بالنسبة للإنسان، وإنما هي نهاية الحياة الدنيا، وإنما تبقى له نوعين من الحياة: الحياة التي يحياها في البرزخ، والحياة التي يحياها بعد البعث والنشور في الجنة أو في النار، وأن ما يعمله في الحياة الدنيا إنما هو للحياة التي بعد الموت في الحياة الدنيا، فإنه يموت في الحياة الدنيا لكنه يحيا حياة أخرى، وهي حياة البرزخ، الحياة التي يحياها في قبره ثم بعد ذلك يحيا الحياة الآخرة، وهي مبنية على حياته الدنيا، فما قدم في الحياة الدنيا يقدم عليه، وما عمل من عمل من خير أو من شر لقيه إذا مات وإذا قبر وإذا لحد وجاءت الملائكة تستبين منه وتسأله عما عمل في الحياة الدنيا.
ولذلك قال النبي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، فهب أنك تعيش 100 سنة أو 200 أو 1000 أو حتى مليونين من السنين أو ملايين السنين، فإن الحياة بعد ذلك تنتهي، وأن الموت منك قريب، لأنه كل ما كان آت فهو قريب، فإذا كان الموت يأتي فهو بلا شك قريب. والموت عباد الله هو نهاية الحياة الدنيا، وقد جعله الله سبحانه وتعالى حتما لازما على كل مخلوقاته، وليس على بني الإنسان فقط، وإنما على الجان وعلى الحيوان وعلى الطير وعلى الحشرات وعلى النبات وعلى كل الحياة، حتى هذه الصخور وهذه الرمال فإنها تنتهي إذا أراد الله سبحانه وتعالى، حتى أنها في يوم البعث والنشور يبدل الله سبحانه وتعالى الأرض غير الأرض والسماء. فإن كل شيء عباد الله لا بد له من نهاية، وهذا ما بينه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد بين الله سبحانه وتعالى أن الموت آت لا محالة، فقال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. وبين الله سبحانه وتعالى أن الموت لا مهرب منه ولا مفر، فقال سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو كنتم في حصون مشيدة مبنية ومشيدة لتتحصنوا فيها، فإن هذه عباد الله لا تجنبكم الموت. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو أن الله سبحانه وتعالى كتب عليك ميتة بعينها فلا بد أن تسعى إليها بقدميك، وأن تخطو إليها، بل وتأتيها مسرعا، لأنه قدر الله سبحانه وتعالى الذي قضاه الله سبحانه وتعالى ولا بد أن ينفذ. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل لهذا الموت علم لبني الإنسان، أي لا يعلمون متى يموتون، وذلك لأنهم إذا علموا ربما يؤخرون عملهم إلى قبل الموت ثم يعملون القليل. وأما إذا لم يعلم الفطن اللبيب الكيس العاقل، فإنه يبدأ عمله لأنه لا يعرف أيموت الآن أم غدا أو بعد غد أو في ساعته أو بعد سنة، ولذلك يجد ويجتهد في طلب الآخرة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 5 لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإن هذه النفس لا تدري متى الساعة، والساعة ليس المقصود بها الساعة الآخرة، وهي التي تكون عقب النفخ في الصور بموت جميع الخلائق ثم ببعثهم بعد ذلك، وإنما الساعة هي ساعة كل إنسان بخصوصه، وهي الموت. فإذا مات الإنسان فقد جاءت ساعته، إذا مات الإنسان فقد جاءت ساعته، وبدأ ينتقل إلى العالم الآخر، إلى الحياة الأخرى التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه. عش ما شئت فإنك ميت، والمراد من ذلك أنك إذا علمت أنك ميت فلا بد أولا أن تتعظ بالموت، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الموت عبرة وعظة. فإذا رأى الإنسان الناس من حوله يموتون، فإنه يعلم أن هذا مآله، ثم ينظر في أحوال الناس، منهم الصالح ومنهم الطالح، ثم يرى ماذا يفعل هذا الإنسان إذا لقي ربه بعمل طالح، وماذا يفعل هذا إذا لقي ربه بعمل صالح، ماذا أعمل
أعد الله عز وجل للصالحين وماذا أعد الله سبحانه وتعالى لغيرهم من الأشرار والكافرين. فإن العبد يعتبر بالموت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الموت. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زيارة القبور ورؤية الجنائز إنما تذكر الموت، والمراد من تذكرة الموت لا أن تعلم أنك تموت، فإن هذه قضية قد فرغ منها، وإنما لتعمل لما بعد الموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمر وهو ينصحه في علاج هذه القضية، في وصف العلاج لهذه القضية، وهي قضية عش ما شئت فإنك ميت. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي أن الدنيا ليست لك وطنا، فأنت غريب عن هذا البلد، فأنت لا تستوطن فيه، وإنما تقضي أياما أو تقضي فيها ساعات ثم ترحل عن هذا البلد لأنك لست من أهلها. أو عابر سبيل، تمر على هذه الدنيا مرور، أي أنك خذ منها ما تقضي به حاجتك، خذ منها ما تسد به رمقك من الجوع، وخذ به منها ما يسد ظمأك من الماء، وخذ منها من الملبس ما يستر عورتك، ومن المسكن ما تكن فيه، وهذه الدنيا ليس فيها إلا هذا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقد حيزت له الدنيا كلها. إذا أصبح الإنسان آمنا في سربه، يعني في سكنه، أصبح آمنا في سكنه معافا في بدنه عنده قوت يومه، عنده ما يأكله في يومه، فقد حيزت له الدنيا، ليس فيها إلا هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك. فبين عبد الله بن عمر أن الإنسان ينبغي إذا أصبح ألا ينتظر المساء، أي أن يقول في نفسه: أنا أموت دون مساء هذا اليوم، فيعمل جادا مجتهدا في طلب الآخرة. وإذا أمسى فإنه يقول: أنا لا أنتظر الصباح، أي لا يصبح الصباح وأنا في هذه الحياة الدنيا. ولذلك يجد ويجتهد في ليله من قيام الليل والصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى مجتهدا في طلب الآخرة. فيقول ابن عمر: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، أي الأيام التي تحياها فإنك ينبغي أن تعمل فيها لموتك، أي تعمل لما بعد الموت، من السؤال في القبر، ومن العرض على الله عز وجل يوم الحشر، ومن جنة ونار أعدها الله عز وجل للمؤمنين والكفار. فأعد الله للمؤمنين فسيح الجنان، وأعد الله سبحانه وتعالى للكافرين أنواعا من العذاب والنيران. فالعبد ينبغي أن يتخذ من ذلك عبرة، فيعمل جادا مجتهدا إذا أصبح ألا ينتظر المساء، وإذا أمسى ألا ينتظر الصباح، وأن يأخذ من حياته لموته، ومن صحته لمرضه، لأنه الصحة تقوده إلى المرض. بعد أن يكون صحيح البدن معافا شابا مفتول العضلات قوية، يصبح بعد ذلك ضعيفا مريضا إذا ابتلاه الله عز وجل بشيء من المرض. وإذا ابتلي بالأمراض فإنه لا يستطيع أن يعمل ما كان يعمله صحيحا، فلذلك ينبغي أن يبذل في صحته ما يستطيع وما يطيق، حتى إذا مرض فإنه يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، كما صح ذلك عن النبي
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا سافر العبد أو مرض كتب الله عز وجل له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك. العبد ينبغي أن يبذل في شبابه، لأن الشباب وريعان الشباب هي الفترة الذهبية لحياة الإنسان، والتي فيها يجمع أكبر قدر من الحسنات يقبل بها على الله سبحانه وتعالى. لأنه إذا صار شيخا كبيرا هرما فإنه لا يستطيع أن يفعل ما كان يفعله في شبابه، وبالتالي ينقص منه كثير من العمل. فإذا كان في شبابه قد بذل وأعطى، فعنده في حصيلته الكثير من الحسنات التي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، والتي يجب الله سبحانه وتعالى بها كسره في آخر حياته، وكذلك عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا، أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحياة الدنيا، فقال: ما لي وللدنيا، أنا ليس لي شأن بهذه الحياة الدنيا، إنما أعمل للآخرة. أنا والدنيا كراكب أي مسافر استظل أو قال تحت شجرة، قال يعني نام في الظهيرة تحت شجرة ثم راح وتركها، أي مدة حياتي في الدنيا، مدة ما أنتفع في الحياة الدنيا أن مسافرا عبر على شجرة فقال تحتها، أي نام مساعة ثم راح وتركها. فهذه هي الدنيا. الدنيا عباد الله ليست بدار قرار، وإنما هي قنطرة من مهد الإنسان إلى لحده، يعبر بها عليها الإنسان من مهده من فراش ولادته إلى لحده، أي إلى قبره. لا يستقر على هذه القنطرة إنسان. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال سفنا. إن لله عبادا فطنا، يعني أكياس، أصحاب عقول نيرة، لعلموا أن هذه الدنيا ليست لحي وطنا، أي لا يستوطنها إنسان، وإنما هي لا بد لها من نهاية، وأن العبد ينتقل بعدها إلى حياة أخرى. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، أي جعلوا أن الحياة الدنيا كأنها بحر، كيف ينجو الإنسان من هذا البحر؟ اتخذوا صالح الأعمال سفنا، أي جعلوا السفن التي تنجيهم من هذا البحر الخضم المليء بالفتن والعياذ بالله، المليء بالشهوات والشبهات والانحرافات، فإن الذي ينجيهم من هذا البحر المتلاطم الأمواج إنما تنجيهم سفن يركبونها يعبرون بها إلى البر الآخر. فهذه السفن ليست إلا صالح الأعمال، ليست إلا صالح الأعمال، فجعلوا صالح الأعمال سفنا تعبر بهم إلى بر الأمان، إلى الدار الآخرة، إلى الله، إلى فسيح الجنان. إنما يكون ذلك بالعمل الصالح. إن الإنسان إذا علم أنه يموت، علم أنه يبعث وأنه موقوف فمسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى في موقف طويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الشاهد عباد الله أن الإنسان مهما عاش في الحياة الدنيا فإن حياته لا بد إلى نهاية وإلى فناء، وأنها لو كانت هذه الحياة تنتهي وليس هناك بعد الحياة شيء، بعد الموت شيء، لكان الأمر هين، لكان الأمر هينا. ولهؤلاء الكفار يتمنون هذا، يقولون: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. فالله سبحانه وتعالى يبين أن الكفار يتمنون أن لو كان الموت هذا هو نهاية الأمر، نهاية المطاف،
فأنهم عملوا ما عملوا في الحياة الدنيا ثم لا حساب بعد ذلك ولا جزاء على ما فعلوا، سواء كان من صالح الأعمال أو من طالح الأعمال. فإنهم يرون أنه لو كان هذا الموت هو الأمر الآخر، والأمر ليس كذلك، بل أن العبد إذا عمل عملا قدم به على الله سبحانه وتعالى، فجازاه الله عز وجل به إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. بصدقة يتصدق بها ولو كانت ضئيلة صغيرة، ولو كان نصف تمرة يتصدق بها تنفعه يوم القيامة، تكون له حسنات بهذه التمرة أو بشقها أو بنصفها، يتصدق بها تكون في ميزان حسنات يوم القيامة، وربما تكون مرجحة لميزان الحسنات يوم القيامة. فالعبد ينبغي أن يعلم أنه مهما عاش فإنه ميت، وأن الموت يأتي فجأة، وأن الموت يأتي فجأة، لا ليس للموت نذير، لأن الإنسان لا يموت بالمرض فقط ولا بكبر السن فقط، فإن الإنسان يموت صغيرا ويموت كبيرا، يموت صغيرا ويموت كبيرا، ويموت مريضا ويموت صحيحا ويموت صحيحا. وإنما الموت وإن كان يبنى على سبب فإن الإنسان مهما مات بسبب فإنما مات بأجله، لم ينقص من أجره شيئا. فإذا مات الإنسان بمرض أو بغرق أو بهدم أو في حادث، أو مات على سريره، أو مات بطاعون أو مبطون، أو ماتت المرأة بحمل، ماتت بأجلها، لم ينقص من أجلهم شيء، من آجالهم شيئا، لقول الله تعالى: لكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون شيئا ولا يستأخرون، أي لا يتقدمون على أعمارهم ولا يتأخرون عن أعمارهم، وإنما يموت الإنسان بأجله. ولكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم، أي جاءت آجال هذه الأمة، فإنهم لا يؤخرهم الله عز وجل ولا يقدمهم، وإنما من مات مات بأجله، ليس مقدما على أجله ولا مؤخرا على أجله والآجال كتبها الله سبحانه وتعالى عنده. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. أي أن هذه الدنيا تحب فيها أنت، تحب الطعام، تحب الشراب، تحب النساء، تحب الأولاد، تحب الديار، تحب التجارة، تحب الأموال، تحب الرياسة، تحب الوجاهة، تحب كثرة العشيرة، كثرة القبيلة، وغير ذلك مما يحب في هذه الحياة الدنيا. أشياء كثيرة تحب في هذه الحياة الدنيا، أي يميل إليها الإنسان. فأنت مهما أحببت شيئا فاعلم أنك تفارقه. فالإنسان إذا علم أنه يفارقه فلا بد أن يفارقه بخير. فإن كان الإنسان يحب أولاده أو يحب زوجته أو يحب والديه أو يحب عشيرته وقبيلته وذوي أرحامه، فينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهم، وأن يتركهم بخير، وأن يحسن إليهم، وأن يؤدي حقوقهم إليهم، لأنه يفارقهم وبينه وبينهم حقوق عند الله سبحانه وتعالى، بين الإنسان وبينهم حقوق عند الله سبحانه وتعالى. فكل شيء تحبه تفارقه، فينبغي أن تحب بخير وأن تفارق بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه.
اجتمع عليه، اجتمع على الله سبحانه وتعالى، وتفرق عليه حين تفرق بالموت، فإنهم تفرق على الله عز وجل، ويوشك أن يجتمعان يوم القيامة ويجتمعان في فسيح الجنان. فالإنسان ينبغي أن يعلم أن كل ما يحبه في الحياة الدنيا فإن هذا زائل، مهما كان من الشهوات أو من غيرها من الأمور المحببة إلى النفوس فإنه يفارقها، أي يفارق مثل هذه الأشياء، وأنه فان وهي فانية أيضا، وأنه زائل وهي زائلة أيضا، وأنها متاع الغرور. هذه الحياة الدنيا إنما هي متاع الغرور، وأن ما فيها أشبه بالسراب، أن ما في هذه الحياة الدنيا أشبه بالسراب، فأنت تمسكه لا تجده شيئا، تمسكه لا تجده شيئا. فهذه الحياة الدنيا عباد الله ينبغي أن تحب فيها لله وأن تبغض فيها لله سبحانه وتعالى، حتى إذا فارقت من تحب فارقته بخير وفارقته على خير واجتمعت معه في الآخرة على خير. واعلم أن يقول كما يقول جبريل عليه السلام: وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، ثم قال له: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أي اعمل ما شئت، هنا ليس أن الإنسان يعمل ما شاء من العمل الصالح أو الطالح، وإنما اعمل ما شئت فإنك تسأل عن ذلك يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالإنسان مسؤول عن مثاقيل الذر، والله سبحانه وتعالى يسأل الصادقين عن صدقهم، فكيف بالكاذبين؟ ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا كان الرسل يسألون فكيف بأتباع الرسل؟ فكيف بالناس؟ فكيف بالناس يسألون عن أعمالهم يوم القيامة؟ فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بالعبد يوم القيامة فيقول: قد أنعمت عليك بنعمة كذا وكذا، فما عملت فيها؟ فيجيب على هذا السؤال، ثم يعدد الله عز وجل عليه نعمه نعمة النعمة، ثم يقال له: صدقت أو كذبت؟ ثم يقال له: صدقت أو كذبت؟ فإنه إما أن يقول كلاما كاذبا فيرد عليه، ويستنطق الله عز وجل أعضاءه فتشهد عليه يوم القيامة، أو يقول كلاما صدقا يصدق الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف. والصادق عباد الله هو من كان صادقا في الحياة الدنيا، هو من كان صالحا في الحياة الدنيا. أما المنافقين والعصاة والمجرمين فإنهم كما أنهم كانوا كذابين أفاقين في الحياة الدنيا، فإنهم يحاولون أن يسيروا على نفس هذا الدرب في الآخرة، ولكن هذا لا يروج على الله سبحانه وتعالى، بل يقول الله سبحانه وتعالى له: كذبت كذبت، في كل ما يقول، ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله، ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم القرآن وعلمه، فيأتي به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول: أنعمت عليك بنعمتي كذا وكذا، فما عملت فيها؟ فيقول: تعلمت القرآن وعلمته فيك. فيقول: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. فهذا كان كذابا في الحياة الدنيا، لأنه كان يتعلم العلم للمنصب، كان يتعلم العلم للوجاهة، كان يتعلم العلم للمال ليس لله سبحانه وتعالى، ولا علمه لله سبحانه وتعالى، بل كان رئاء الناس يطلب فيه وجه الناس ولا يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. ورجل قاتل حتى قتل، فيقول الله سبحانه وتعالى: أنعمت عليك بنعمة كذا وكذا، فما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت حتى قتلت فيك. فيقول: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع، ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. ورجل تصدق بكل ماله فيؤتى به يوم القيامة فيعدد الله عز وجل عليه نعمه، فيقول الله سبحانه وتعالى: فما عملت فيها؟ أي في هذه النعم. فيقول: تصدقت بين يدي وعن يميني وعن شمالي ومن خلفي فيك. فيقول: كذبت، بل تصدقت ليقال جواد وقد قيل.
عقيل ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. فالإنسان عباد الله إذا صدق الله في الدنيا صدق في الآخرة، وإذا كذب في الدنيا كذب في الآخرة، وإذا كذب كان مآله إلى النار والعياذ بالله. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وأن العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وأن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وأن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالإنسان عباد الله مجازا على ما قدم في الحياة الدنيا، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، سواء كان بالصلاح أو بالطلاح، فإنك تقدم على ما قدمت. إن قدمت خيرا قدمت على خير، وإن قدمت شرا قدمت على شر. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أجمعها لكم، أجمعها لكم، وتكتب لكم أو عليكم، تكتب يوم القيامة، تكتب لكم أو عليكم حتى تعرضوا يوم القيامة. تأتي السجلات والكتب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله: عدل فيك والله من جعلك حسيب نفسك، عدل فيك والله من جعلك حسيب نفسك. فالله عز وجل يعطيه الكتاب. أناس يأخذون الكتاب بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ها أم اقرأوا كتابية، ليس فيه عورة يخشى أن يطلع الناس عليها. الحسنات مدونة والسيئات مدونة في هذا الكتاب. فأهل الصلاح لا يخشون من قراءة كتابه، فيقولون للناس: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. إنه ظن أنه يعني غلب على ظنها، أو تيقن أنه يموت، تيقن أنه يموت، وتيقن أنه يحاسب، وتيقن أنه مجزي بما عمل، فعمل لما بعد الموت، فعمل لما بعد الموت. إني ظننت أني ملاق حسابية. طب وهذا كل الناس يعرفون أنهم يلاقون الحساب، لكن هذا عمل لما بعد الموت، عمل اليوم الحساب. إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية، ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ماذا فعل المال والسلطان لي؟ ماذا فعل يوم القيامة؟ هلك السلطان وهلك المال. يأتي الإنسان حافيا القدمين، عاري البدن، غير مختون. فالناس يحشرون حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. يحشر الناس كما ولدتهم أمهاتهم. ويأتي الإنسان وحيدا كثيرا ذليلا، مكبل بالسلاسل والأغلال، إن كان من أهل النار والعياذ بالله، وإن كان من أهل الجنة فإن الجنة تدنو منه، والملائكة تستقبله: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فهؤلاء تستقبلهم الملائكة وتفتح لهم أبواب الجنان، ويعظمون ويجلون في هذه الحياة الآخرة. وأما أهل النار ففي أعظم مهانة، يسحبون على وجوههم صما وبكما وعميا، يعني يسحبون إلى النار على وجوههم صما وبكما وعميا. فهم يعني لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم على ما قدموا في الحياة الدنيا من هذا. فالعبد يعمل وهو يعلم أنه مجزي به، ولذلك يختار الإنسان بالمناقيش، يختار العمل الصالح ويترك العمل الطالح، لأن الطالح يضره، آفة تأكله، تأكل حسناته، وتأكل كذلك عباد الله بدنه إذا أدخلته النار، فإنه
يعذب على ذلك. ولذلك هو يتقي الشرور ويتقي الآفات ويتقي السيئات كما يتقي الإنسان الشوك إذا مشى عليه في الطريق، كما يتقي الشوك إذا مشي عليه في الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. الشرف عند الناس قد يكون بكثرة المال وبكثرة العرض وبكثرة المتاع وبالمنصب والجاه والوجاهة في الحياة الدنيا وبكثرة القبيلة وبكثرة العشيرة، فيظنون أن هذا هو الشرف، أن الإنسان هذا هو الشرف، أو حصل الشرف، أو حصل مرتبة الشرف، كما يزعمون في الشهادات أنه حصل على كذا بمرتبة الشرف، أو أن هذا هو الشرف، أو هذه تحية الشرف، أو غير ذلك من التشريفات التي تقدم للرؤساء والملوك والسلاطين وكبار الناس وأغنيائهم من التحيات وغيرها التي يقدمها الناس للناس ظنا على أن هؤلاء من أهل الشرف. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الشرف عنده لأهل الطاعة. ولو كان الإنسان في الدنيا حقيرا ذليلا فإنه قد يكون عند الله سبحانه وتعالى عزيزا، وقد يكون عند الله من أهل الشرف. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر، الأشعث هو غير مرجل الشعر، يعني غير مسرح شعره، يعني فغير مرجل الشعر. رب أشعث أغبر يعني عليه غبار الطريق. مدفوع بالأبواب، لو طرق عليك الباب ما تفتح له، ولو فتحت تطرده، لأنه ليس من علية القوم وليس معروفا وليس له شأن بين الناس. هذا الذي تستهين أنت به عنده من العمل الصالح ما لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، لحقق الله عز وجل لهذا الرجل ما أقسم عليه، وذلك لمنزلته عند الله سبحانه وتعالى، لمنزلة هذا الرجل عند الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا الإنسان لا يؤبه له في الحياة الدنيا. فالأمر عباد الله عند الله ليس بكثرة المال ولا العرض. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، المفلس الذي ليس عنده مال. قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذا هو المفلس، هذا الذي ليس له شرف ولا وجاهة، الذي كان يؤذي الناس في الحياة الدنيا فيأكل أموالهم، مع أن له صلاة وله زكاة وله حج، ولكن هذا أكل كله من ظلم العباد، من أكل مال الناس ومن ضربهم ومن سبهم ومن هتك أعراضهم، فإن هذا ضيع عليه حسناته وأوبقه في النيران. فالمفلس الذي لأفلس ليس له شرف ولا وجاهة هو في الحقيقة الذي ترك طاعة الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكريم عند الله سبحانه وتعالى، الكريم يعني الذي له كرامة عند الله سبحانه وتعالى، هو التقي النقي. فإذا كان تقيا لله كان له كرامة عند الله عز وجل، وإذا لم يكن تقيا فإنه ليس له كرامة عند الله. والتقوى فعل المأمور وترك المحذور، أي فعل ما أمر الله عز وجل به وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. إذا فعله الإنسان كان له كرامة عند الله سبحانه وتعالى. ولو كان بين الناس ليس له قيمة، فإنه له قيمة
عند الله سبحانه وتعالى. فتدرون أنتم أن بلال بن رباح الحبشي العبد كان عبدا حبشيا وأسلم وعذبه الكفار فاشتراه أبو بكر وأعتقه رضي الله عنه. بلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا بلال دلني على أرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، سمعت طرقا عليك يعني خبط رجليك دبيب أقدامك في الجنة وأنت تمشي أمامي. فقال: يا بلال دلني على أرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: والله يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي أني ما أحدثت بليل أو نهار إلا توضأت من هذا الحدث، وما توضأت بليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء. فهذا بلال الحبشي العبد ارتقى إلى هذه المنزلة التي فاق فيها الأحرار وفاق فيها أصحاب الأموال وفاق فيها أصحاب المراكز وغيرهم بأن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. وهذا يعني الرجل الذي أتى يوم خيبر، وكان هذا الرجل كان راعي غنم وكان أسود دميم الوجه، يعني كان فيه دمامة في وجهه قبحا في وجهه، وكان فقيرا نتن الرائحة. فقال: يا رسول الله أنا إذا أسلمت فقاتلت فقتلت أدخل الجنة؟ وأنا أسود الوجه دميم الوجه نتن الرائحة لا مال لي لا مال لي، أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فقاتل فقتل، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسجن ببردته فقال له فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني رأيت زوجتيه من الحور العين بين بردته ولحمه، قد بدل الله عز وجل دمامة وجهه وسواد لونه ونتن ريحه. فهذا الأمر عباد الله، هذا الرجل ربما كان بين الناس حقيرا لكنه عند الله عظيما، لأنه قدم ما قدم في سبيل الله. فالأمر بما عند الله سبحانه وتعالى. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، ركعات تركعها في الليل تجعل لك شرفا عند الله سبحانه وتعالى، أو أنك تكون عديم الشرف عند الله سبحانه. واعلم أن عزه يعني عز الإنسان استغناؤه عن الناس، وعزك استغناؤك عن الناس. فالإنسان لكي يكون عزيزا ينبغي أن يستغني عن الناس، لا يسألهم لا يطلب منهم حاجة، لأنه إذا طلب الحاجات فإن في هذه الحالة يكون أسيرا ذليلا. فإن الإنسان أسير الإحسان واليد العليا خير من اليد السفلى. فالعبد ينبغي ألا يكون له حاجة عند الناس، وينبغي أن يكون غنيا عنهم، وهذا يكون له عز. أما إذا كان محتاجا إليهم مفتقرا إليهم دائم السؤال فإن ذلك ينقص من قدره ويحط من قدره، ولا يكون له عزا عند الناس. قد يكون الإنسان فقيرا عزيزا لأنه لا يسأل الناس إلحافا، لا يسأل الناس شيئا. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي ينبغي أن نعتبر منها وأن نتدبرها، وهو مع قلة كلمات الحديث إلا أن فيها من الفقه والعلوم ما يستنير به العبد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم ألف بينهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم، وانصرهم على
عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم بدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وأريتريا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.